السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نقدمها لكم من قناة رشاد. وتشاهدون فيها: مصالح الدرك تكشف عن مقتل الشاب غيلاس حجو بعد تعرضه للاختطاف ليلة الخميس 18 أكتوبر الماضي بأزفون ولاية تيزي وزو. وفي النشرة: النظام الجزائري في مقدمة قائمة المستوردين للسلاح الروسي بفاتورة قيمتها 2.3 مليار دولار. كما تشاهدون أيضا: فاتورة استيراد القمح في الجزائر تقارب 1.5 مليار دولار مع نهاية هذه السنة. وشركة إير ميديتيراني تعتزم فتح رحلاتها للجزائر العاصمة ابتداء من 20 ديسمبر المقبل وبأسعار تنافسية. وتتابعون أيضا: إضراب أعوان الأمن الداخلي لمجمع سوناطراك عن الطعام يحقق نسبة استجابة بلغت 97%. وفي الأخير: أصحاب محطات البنزين يهددون بالدخول في إضراب بعد أيام العيد للمطالبة برفع هامش الربح. إلى التفاصيل. كشفت مصالح الدرك عن عثورها يوم أول أمس على جثة الشاب غيلاس حجو ملقاة على شاطئ سيدي خليفة الواقع ببلدية أزفون ولاية زيوزو. كما أعلنت في ذات السياق المصالح ذاتها عن اعتقال شابين من رفقاء الضحية والمتهمين بقتله بعد اختطافه ليلة الخميس 18 أكتوبر الماضي. وقد أضافت مصالح الدرك أن البحث لا يزال جاريا عن المتهم الثالث الذي لاذ بالفرار. ويجدر التذكير بأن اختطاف الشاب غيلاس حجو وهو ابن لأحد المقاولين بالمنطقة قد أثار حفيظة المواطنين الذين نظموا مسيرة جابت شوارع أزفون تنديدا بسلسلة الاختطافات التي تعرفها ولاية تيزي وزو في ظل تدهور الأوضاع الأمنية بها. كشف مصدر صحفي أن قيمة استيراد النظام الجزائري للأسلحة الروسية بلغت 2.3 مليار دولار، لتحتل الجزائر بذلك المرتبة الأولى في لائحة الدول الأكثر إقبالا على الأسلحة الروسية طيلة السنوات الممتدة ما بين 2008 إلى 2011. ويأتي نظام الأسد في سوريا في المرتبة الثانية باستيراده لما يعادل 1.7 مليار دولار، 550 مليون دولار منها أنفقها الأسد في اقتناء الصواريخ، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بشرائها ما يقدر بنحو 700 مليون دولار. بلغت قيمة استيراد الجزائر للقمح بنوعيه الصلب واللين مع نهاية هذه السنة بلغت حدود 1.5 مليار دولار، أي ما يعادل 4.6 مليون طن مقابل 2.18 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يقابل 5.7 مليون طن. هذا ولم تتجاوز نسبة الإنتاج المحلي من مادة القمح هذه السنة لم تتجاوز 5 ملايين طن حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، لتجعل هذه الأرقام من الجزائر واحدة من أهم مستوردي القمح في العالم باعتبار استيرادها لما يقرب من نصف حاجيتها الغذائية من مادة القمح، وبنسبة استهلاك تقدر ب8 ملايين طن سنوياً. أوردت أمس اليومية السياحية لو كوتيديان دو توريزم عن دخول متعامل رابع للنقل الجوي مجال المنافسة، ويتعلق الأمر بشركة الطيران الفرنسية إير ميديتيراني التي تعتزم ابتداء من 20 ديسمبر القادم فتح رحلات تربط باريس بالجزائر بالإضافة إلى خطوطها الحالية التي تغطي كل من ولايات وهران، شلف وجيجل. وتتميز هذه الشركة حسب المصدر ذاته بتقديم خدمات بأسعار جد تنافسية بالمقارنة مع العروض التي تقدمها الشركات الحالية مثل إير ألجيري وإغلازور وإير فرانس، وهي الشركات التي احتكرت السوق الوطنية لفترة طويلة. اتهمتها عدد من جمعيات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، اتهمتها بالتواطؤ عبر تثبيت الأسعار في مستويات جد مرتفعة قد تصل إلى 3 أضعاف ما تعرفه أسعار الرحلات لبلدان مجاورة كتونس والمغرب. ويأتي دخول هذه الشركة مجال المنافسة بعد سلسلة الاحتجاجات التي نظمتها الجالية الجزائرية أمام مقر إير ألجيري بباريس لمطالبة وزارة النقل بفتح مجال المنافسة أمام الشركات الأخرى من أجل خفض الأسعار التي حرم ارتفاعها الجنوني الكثير من الجزائريين المغتربين من زيارة الجزائر في مناسبات الأعياد والعطل. وصلت نسبة الاستجابة للإضراب عن الطعام الذي شنه يوم أول أمس أعوان الأمن الداخلي التابعون لمجمع سوناطراك، وصلت النسبة إلى حدود 97%، حيث رفض العمال تناول وجبات الغداء طوال يومي الإضراب تنديدا منهم بما وصفه بتردي أحوالهم المهنية والاجتماعية. ويهدد العمال بمواصلة إضرابهم عن الطعام في حال استمرار الإدارة سدها كافة وسائل الحوار وتجاهل مطالبهم التي من أهمها التثبيت في مناصب عمل دائمة
وكذا مراجعة ملفات الخدمات الصحية والاجتماعية التي حرم منها أعوان الأمن الداخلي على خلاف عمال المؤسسة الآخرين. أورد مصدر صحفي عن نية عدد من أصحاب محطة البنزين عبر الوطن الذين يتجاوز عددهم 1400، أورد المصدر عن نيتهم الدخول في إضراب بعد عيد الأضحى إذا ما رفضت الفيدرالية الوطنية لأصحاب محطة نفطال لائحة المطالب التي تقدم بها عدد من المستثمرين الخواص والموزعين الأحرار، تضمنت رفع هامش الربح المطبق والذي لم يتم رفعه منذ سنة 2005 والمحدد ب 1.25 دينار بالنسبة للمازوت و 1.5 دينار بالنسبة للبنزين. وفي الأخير نذكر بمرور 105 أيام على عملية اختطاف المدون الشاب صابر صعيدي من أمام منزله على أيدي عناصر من المخابرات، ثم حبسه بسجن الحراش وبقائه فيه من دون محاكمة إلى يومنا هذا. وقبل أن نفترق نلفت عناية مشاهدينا الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا عبر العناوين التالية: الإيميل info@rashad.tv بالإضافة إلى صفحة النشرة على الفيسبوك، أين نستقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم الفعالة وكذا دعمكم الحيوي الذي يساهم في استمرار قناة رشاد. كما يمكنكم عبر هذه العناوين إرسال مختلف الصور والفيديوهات عن الأحداث من حولكم كي نوثق معا بالصوت والصورة ما يسعى النظام لخنقه بالقمع والتعتيم، لنجعل معا من المواطن مراسلا من أجل الحقيقة. كما أتمنى لكم مشاهدين الكرام باسم كافة المتطوعين العاملين في قناة رشاد، نتمنى لكم عيدا أضحى مبارك إن شاء الله، أعاده الله على الشعب الجزائري وعلى كافة الأمة الإسلامية باليمن والبركات. بهذا نأتي إلى ختام موعدنا الإخباري لهذا اليوم، قدمناه لكم من قناة رشاد. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.